نتنياهو، غالانت، هاليفي ومسؤولون آخرون في تل أبيب في مرمى المحاكم الدولية بسبب جرائمهم المرتكبة في غزة. فبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فالمحكمة الجنائية الدولية في طريقها لإصدار مذكرات اعتقال ضد القيادة السياسية في تل أبيب، بعد أن قدم تحالف دولي في مارس الماضي ملفا قانونيا شاملا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. مخاوف في الداخل الإسرائيلي من تداعيات محتملة لمثل هذه المذكرة، إن حدثت فسيكون ذلك اعترافا دوليا ضمنيا بأن ما ترتكبه إسرائيل في غزة هو جرائم حرب. من جانبه، لم يقف نتنياهو مكتوف الأيدي منتظرا صدور قرار المحكمة باعتقاله، فبحسب صحف إسرائيلية فإن نتنياهو أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع زعماء دوليين من ضمنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولة للضغط لمنع صدور أي مذكرات اعتقال بحقه. وبينما ما زال العالم يترقب الأرقام الواردة في قطاع غزة وهي في تصاعد مستمر، تبقى خطوة المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية مفصلية في عمر القضية، بل وتتوارى خجلا أمام عشرات الآلاف من الشهداء والضحايا.